الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت صادرات العراق النفطية بنسبة بلغت أكثر من 2% خلال شهر تموز الماضي، وأظهرت بيانات وزارة النفط أن صادرات النفط العراقية باستثناء التدفقات من كردستان العراق انخفضت بنسبة 2.8 على أساس شهري في شهر تموز، رغم زيادة حصة العراق في أوبك بلس، وبلغت الصادرات من الموانئ النفطية الجنوبية ما يزيد على 3.2 مليون برميل، فيما بلغت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان حوالي 76 ألف برميل. وكانت منظمة أوبك بلس قد قررت رفع إنتاجية أعضائها لمواجهة الطلب الزائد على النفط العالمي بسبب حرب أوكرانيا. قالت وزارة التجارة إنها استلمت نحو 485 ألف طن من الحنطة المستلمة والمسوقة من محافظتي التأميم وصلاح الدين، وأضافت الوزارة أنها أمنت مادة الطحين لهذا العام نتيجة استلام حنطة محلية خلال الموسم التسويقي بنحو 2,150,000 طن، مشيرة إلى أن هذه الكمية ستكون كافية لتجهيز المواطن لغاية نهاية العام. يأتي ذلك في وقت لا تزال الموانئ مفتوحة أمام الحنطة المستوردة من إيران، والتي تؤثر بشكل مباشر على المنتج المحلي لرخص أسعارها فيما يعرف بسياسة الإغراق. قالت الهيئة العامة للجمارك إنها ضبطت حاويتي أنابيب فايبر كلاس مع ملحقاتها في ميناء جمرك بوابة البصرة، وأشارت الهيئة إلى أن الحاويتين المضبوطتين مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية، حيث تجاوزت المدة القانونية اللازمة لوجودها داخل الميناء. وتتزايد عمليات التهريب في الموانئ الجنوبية لا سيما البصرة في ظل سيطرة الميليشيات التي تتحكم بمعظم المعابر الحدودية. اشتكى اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة التأميم من عدم وجود استراتيجية اقتصادية عادلة تضمن للمزارع تأمين أرباح معيشية توازي الجهود. وضرب الاتحاد مثلا بإنتاج الرقي لهذا العام، والذي سجل أعلى نسبة منذ عدة سنوات، إلا أنه أشار إلى انخفاض أسعار المحصول، الأمر الذي تسبب بتكبد الفلاحين خسائر فادحة مع ارتفاع تكاليف تأمين مستلزمات الزراعة من الأسمدة والمبيدات. وأرجع الاتحاد سبب تدني الأسعار إلى نضوج المحصول في عموم البلاد في وقت واحد، ما يؤكد عدم وجود خطة استراتيجية لدى الحكومة ليستفيد الفلاح من إنتاجه. كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن استثمارات بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا في تركيا وصلت إلى 10 مليارات دولار. في المقابل أوضح تشاوشوغلو أن حجم استثمارات الشركات التركية في بلدان تجمع آسيان بلغت نحو 471 مليون دولار. وأوضح الوزير التركي أن الاقتصاد الآسيوي أصبح في مركز قوة، مضيفا أن العالم الآن يعيش ما وصفه بعصر آسيا. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.